مرحبا بكم، على سلامتكم. نبدأ حصتنا اليوم مع حصة الرسم والإملاء، الواو والياء في جمع المذكر السالم. أولا أرحب بكم، اللي يسمع فيه يرفع يده وسأفتح المصادح. إذن أنا قاعدة نفتح لكم في السلام المصادح عليكم. للكل، على السلامة. المفروض أنتم تفتحوا مصادحكم. تمام، ده على السلامة. السلام. على السلامة. السلام، على السلامة. مرحبا. السلام عليكم. على السلامة. على السلامة. على السلامة. مرحبا بكم جميعا. نبدأ. على السلامة. نبدأ بعلاء. أي علاء؟ نعم. آلاء. آلاء. هاي آلاء، ما يسألش. هاي اجعل آلاء. الإضافة في صيغة المثنى ثم في صيغة الجمع. صانع القرار حكيم. المثنى صانع القرار حكيمان. إذن سنجعل المضاف في صيغة المثنى ثم في صيغة الجمع. إذن المضاف عندنا مركب إضافي، والمركب الإضافي يتكون من مضاف اللي هو الاسم الأول، ومضاف إليه اللي هو الاسم الثاني. إذا قالت لنا آلاء صانع، إذا القرار حكيماني أو حكيما. آلاء حكيماني. حكيماني. به البقية توافقوا آلاء ولا لا؟ توافقوها ولا؟ نعم. نعم توافقوا. صحيح. إذا الواو النون في الاسم المضاف تحذف، لذلك نحن نقول أنه الألف هي علامة الإعراب. هكا ولا؟ نعم. اتفضل. أنا مش نمشي لكم بالترتيب يا يحيى، بالترتيب. بعد آلاء، آلاء تكمل ساعة تمرينها، مازال الجمع. الجمع. الجملة الأولى. الجمع صانع القرار حكيمون. ما صانع؟ أنا مش نكتب يا آلاء، وأنت مش تصلح لي راهو إذا كان أنا غلطة وتقول لي صانع. القرار حكيمون أو حكماء؟ حكماء. حكماء. إذن هنا جمع التكسير، حكماء. به شكون اللي قال لي ستي؟ ألا ثبت في الكتابة متاعي ولا؟ نعم. نعم، صحيحة ولا غلط؟ صحيح. صحيح. ما نزيدش الألف اللي صانعوه. لا زيد. لا لا يا ستي. لما 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 معليش خط ستي. أي خط ستي لأنها ليست صانعون. لأنه ليست فعل. لأنها ليست فعل، ما نوضع واو ألف إلا نهاية الفعل في الجمع. مفهومة؟ الفعل. نمشي بن عمر ضياء. بن عمر ضياء، افتح المصداح. ضياء. ستين. ضياء افتح. افتحت المصداح ولا؟ باهي مش نرجع. الا اما الا اجراء. الا الا افتح المصداح يا الا. الا افتحي المصداح. نمشيو الفرح العربي. فرح. فرح افتحي المصداح يا فرح. فرح. نرجعوا للجيل. تي 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 تي. ألا جرابي.
إلي إلي افتحي المصدر. هاي هاي يا إلي. حضر مسؤول الجهة. في المثنى حضر مسؤول الجهة. حضر أي ثبت أنا مش نكتب راهو دبروا روسكم أنتم ما تقولوا لي صحيح ولا لا. مسؤول الجهة. إذا أنا هنا مش أكتب هذه بالأحمر. ما صيغة الجمع يا إلا؟ حضر مسؤول الجهة. هيا ثبت الكتابة يا إلا. ثبت يا إلا. مسؤول الجهة. مدام ما فيهاش الألف. أيوة لما؟ أنا خاطرها ماهيش فاعل. لأنه صيغة الجمع مع الاسم وليست مع الفعل. هاي بعد آلاء نمشي لذيا. نرجع لذيا. ذيا أغلقك النافذة. هاي ذيا. ذيا تيسي. نرجع ذيا مش مركز معايا. هاي فرح. فرح العربي. فرح به جيد. جيد افتح المزدح. جيد شيد. جيد تي. الو ماذا نمشي هو ماجدة. ماجدة ماجدة هاتو نخلطك يا ستي. ماجدة جيد. جيد انت كلمتني. جيد اي ماذا. الو جيد. الو يا جيد مع السلامة. يا جيد تعليم اثنين. يا جيد انا نسمع فيك. يا جيد اذكر الجملة سهلا فيما تدعى بكل اسم يتطلق مضاف في صيغة الجمع. اذا اشكل البداية انو نشكل ان الفلاح حامد من الله على خيرات التي حتى حصل عليها. إذا نشكر ثم نجعل الاسم المسطر مضافا في صيغة الجمع. إذا مضافا. إذا أعد القراءة. إن الفلاح حامد الله على خيرات على الخيرات على الخيرات التي تحصل عليها. التي تحصل عليها صيغة الجمع. إن الفلاحون. أنا مش نكتب مش نكتب إجابتك يا جيد وأصحابك هم اللي مش يناقشوا. إجابتك كما أنت نطقتها. إن الفلاحون. إن الفلاحون. أي حامدون الله. انا راني باش نكتب اللي انت باش تقولوا لي. ان الفلاحين شويه بعد ناقشوا. بعد ناقشوا الله يجاوب بعد مش ناقشوا. ان الفلاحون حامدون الله على الخيرات التي تحصلوا عليها. باه على الخيرات التي تحصلوا. انا مش نكتب تقول لي هكاك كما انت قلت ولا لا. تحصلوا عليها. تحصلوا عليها هكيكا بالالف. زيدوا الالف فقط. به اصحابك هاي شكون مش يناقش. جيد محمد الحمزاوي. محمد الحمزاوي. سئل الفلاحة منصوبة. إذا بما أني منصوبة يا جيد فنقول إن الفلاحين ثم اسم إن. اسم إن يا محمد منصوب أو مرفوع؟ اسم إن يا محمد منصوب. بماذا ينصب الجمع المذكر السالم؟ الجمع المد.
إذن ينصب الجمع المذكر السالم بياء المد. يجد إن الفلاح، إذن في الجمع تصبح إن الفلاحين. رأيت؟ إذن حامد. نعم قلتهمش على متعاقد، ما زلت ما حضرتش انت في الحصه السابقه في علامات العرب؟ حضرت معايا. ما حضرتش؟ حضرت حضرت ولا حضرت؟ اي اطلق اي اه يجي نحكي على الجمع. ما قريناهش الجمع في القسم، ما قريتوش، لكن كي حضرت معايا هنا قريناه. كي راجع الانشطه اللي جيد، ارجع للشريط الفيديو في المنصه تلقى وتزيد تفهم اكثر. مفهومه؟ باخر وقيت المفروض نكونوا قريناه. نمروا الان الكنزه. شكرا يا جيد، المهم على المحاوله وركز معايا. كنزه كنزه هيا كنزة، كنزة افتحي المزلة. هاي مش نمشي انا المرتضى. مرتضى؟ نعم هاي مرتضى. سلامة. هاي ايش كل الجملة؟ ليس المتساكن ساعيا الى تخريب مسقط رأسه. هاي في صيغات الجمع وثبتوا البقية. يثبتوا معايا، يثبتوا. انا راني باش نكتب اجابه مرتضى كما هي، البقيه تركزوا اذا كانت هناك اخطاء نصلح لمرتضى. هاي مرتضى. ليس متساكن الشقه. متساكنو الشقة ساعين إلى تخريب مسقط رأسهم. خلي هكا تنشوف من هيك. ليس متساكنو الشقة. ثبت يا مرتضى، أنا نكتب وتقول لي. يعني كي ما كتبتي ولا؟ الألف لا. الألف لا. أيوا يعطيك الصح، ألف لا. ليس متساكنو الشقة ساعين إلى تخريب مسقط رأسهم. ساعين إلى تخريب مسقط رأسهم. بربي اللي يحكي هذا. به البقية ترى ثبتوا لي إجابة مرتضى. نثبت. شكون عنده ملاحظة أو هاي انت اتكلم انت. يا استي قول معايا يوسف في الجمله. استي طلب منا المتساكن وليس متساكن القريه الشقه. به نرجع للتعليمه. التعليمه شو تقول لنا؟ ترى اقرا التعليمه يا يوسف. اشكل الجمله شكلا تاما ثم اجعل مشكلة ولا لحظه يا يوسف، قام بالشكل ولا؟ اه به إجابة على الجزء الأول وقعت الإجابة عنه. أي ثم اجعل تلا اسم مسطرا مضافا في صيغة الجمع. أي بالنسبة للمرتضى. باش نرجع بالنسبة للجيد. لم أحول. ها بالنسبة للمرتضى. أما الإجابة الأولى خالصة. صحيح. الإجابة الأولى ميار ريتو هنا إجابة مرتضى صحيحة ولا؟ بعد نرجع لإجابة جيد. ها صحيحة ولا؟ صحيحة مرتضى إجابته صحيحة. قولي لنا جيد اللي أنتم قبل ما فقتوش به. أما الجملة الأولى غلط. نولي مضاف إلى فلاحي القرية. مثلا إذا هو هل أجاب عن الجزء الثاني من التعليمة؟ لا 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 لا. مثلا قول إن فلاحي يجد القرية. ها
حامدون الله. إذا هي تصبح يلزمك الاسم المستتر يصبح مضافا. إذا تزيد كلمة تزيد تعرف مفهوم، هو نكرة وتزيد تعرفه حتى ولو يكون معرفة، إذا تحوله إلى نكرة في صيغة الجمع. إذا علامة الإعراب هي حط النون ياء المد والنون حذفت. أي إجابة جيد، صارت كاملة صحيحة أم لا؟ نعم نعم صحيحة، صارت صحيحة. إذا عون مرتضى جعلكم تركزوا في في إجابة جيد. به يمشي يا مرا ميار، ميار حضر حذر المقرر، لأنا في محل فاعل ورفعت بالواو. محل فاعل، علامة الإعراب الضمة. الضمة شفتونا؟ إذن علامة الإعراب الضمة. إيه إيه في صيغة الجمع. حذر مقرر مقرر الحفلة. مثلا مقرر الحفل الجلسة. الجلسة الجلسة باه مقرر الجلسة باه. علمت إعراب الاسم في صيغة الجمع واو المد. واو المد، واو المد. إذا كتابة صحيحة أم خاطئة؟ صحيح. صحيحة صحيحة. إذا نمر الآن التلميذ آخر. شكرا يا ميا. مريم، مريم بعد ميا. ري مريم. مريم سلمت على المعلم. سلمت على المعلم. شكرا. سلمت على المعلم. سلمت على المعلمين. أنا مش نكتب إجابتك. البقية هذه إجابة جواب عجوز مسؤول. نفسي جاوبت على الجزء الأول من السؤال فقط، لم تجب على الجزء الثاني. الجزء الثاني طلب منا أن نجعل الجملة مسطرة مضافة. كيف؟ سلمت على لحظة يا ميار ولا مرتضى. لحظة مريم، مريم مريم انت اللي جاوبت على هاي. فهمت اصحابك ولا؟ مريم فهمت الخطا اللي انت اللي قمت بها؟ مريم باه صلحنا انت. سلمت على هاي صلحنا. سلمت على معلمي على معلمينا القسم المدرسة. قالت لنا مريم معلمين القسم. أنا مش نترك لكم أنتم في الأمر معلمين القسم. القاعدة شو تقول لنا يا مريم؟ القاعدة تقول إذا صار الاسم مضافا، مضافا كل مركب إضافي، ريتو مركب إضافي، إذا تحذف النون. ما نجموش نقولوا معلمين القسم، نقولوا أو صلح معلمي معلمي القسم. يا مريم واضح ولا؟ مريم مريم نمر المعاذ. معاذ شكرت التونسية. هذه الاسم المسطر اللي ايه شكرت التونسية. التونسية ايه ايه شكرت شكرت التونسية الأصلي. التونسية الأصلي. الأصلي أو الهوية الجنسية. نعم به إجابة اللي هي
هاي ب ب بعد معاذ براء. أي براء براء افتحي المزدح يا براء براء ب نور الهدى نور الهدى افتحي المزدح يا نور الهدى نور الهدى أغلقي النافذة وافتحي المزدح عمر 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 يا عمر افتح المزدح هاي يا عمر تعليم الموالي يا عمر هاي يا عمر مفردة بواو أو واو ألف ب متى نتمم بواو يا عمر متى نتمم بواو في الاسم أو في الفعل عندما يكون في الاسم في الاسم واو ألف الفعل في الفعل في الفعل أي أقرأ وقل لي أني واو اللي بشكل كمل بها أوقدوا النار أوقدوا بالواو والألف واو ألف ما أفقدوا السندي واو بالواو والألف بالواو واو فقط خاطر اسم فاقدوا السندي شفت هنا السندي الكلمة الثانية جت مجرورة بينما هنا الكلمة الثانية جت مفتوحة إذن مفعول به أوقد من هم ماذا النار جملة كاملة وين مفهوم لكن فاقدوا السندي إذن عنصر مركب هاي متساكن الحي بالواو هاي واو عاونوا الخلانة بالواو والألف واو ألف منتقدوا المسؤول بالواو شديدوا الحركة بالواو والألف واو لا بالواو شديدوا الحركة مركب إضافي أي شديدوا النظر بالواو بالواو أي شدوا المنافذ بالواو والألف لأنه فعل أي؟ علقوا اللافتات بالواو والألف لأنه فعل أي؟ جلبوا السعادة بالواو والألف لا بالواو واو فقط أي مصحابك أي؟ مرتلوا الآيات البينات بالواو ومرتلوا ما قالش رتلوا نفذوا القرار بالواو والألف لأنه فعل نفذوا القرار بالواو تاركوا الإذايات بالواو بالواو شكرا يا عمر نمشي بالريحة التسر الفتحة من إذا التسر هي منصوبة رحاب رحاب أي رحاب تعليم رقم أربعة يا رحاب رحاب تمام أي رحاب عصفة مي أي أي تعمير الجدول أيني الجمل أي انظروا إلى اللاعب الفريقي الشمع المتكر السالم المضاف إذا المضاف انظروا إلى اللاعب انظروا الى اللاعب فريقي باش باش نكتب في هنا في الواد الاول الجمع المذكر السالم المضاف بهات نحدو يا رحاب نحدو الجمع المذكر السالم المضاف لاعبي الفريقي باش باش نكتب انا تو في الواد الاول في الشمع المذكر السالم المضاف. اللي هو أنا من. ننظروا إلى. أنتوا ما نش نكتب ننظروا إلى. أنا عندي لاعبي الفريقي. إيه في الجدول الأول. المضاف إنه من هنا. لاعبي. الفريقي. الفريقي هو المضاف. المضاف إليه.
الفريق الكلمة الثانية هي المضاف إليه. واضح؟ به في الجملة الثانية. لحظة، ما علامة إعراب لاعبي الفريقي؟ يا ريحة، علامة إعراب لاعبي الفريقي؟ يا إمد مشهورة بيا إمد مجرور أو منصوب؟ مجرور أو منصوب؟ مجرور. مجرور، إذن لأنه سبق ب إلى أريد هنا وضفت مجرور، إذن هو مجرور. في محل كسر، في محل كسر بياء المد. هاي الجملة الثانية يا رحابة. كاتب القصة مبدعون. كاتب القصة، كاتب الجمع المذكر فعل سالم المضاف، القصة مضاف إليه. ما علامة إعراب هذا العنصر؟ مرفوع بواو المد. أحين مرفوع بواو المد، إذن مرفوع بواو المد لأنه في محل المبتدأ. نعم. أي الجملة الثالثة؟ أنا متساكني المدينة متعاونون. متساكني المدينة، متساكني شمل مذكر سالم المضاف، المدينة المضاف إليه. منصوب، منصوب بياء المد. منصوب بياء المد. منصوب بياء اسم الناسخ الحرفي. صحيح، لأنه في محل نصب اسم الناسخ الحرفي. شكرا يا ريحة. بنمر للتسنيم. تسنيم. هاي تسنيم. تسنيم. نعم. هاي الجدول الموالي. ودع سالم زائريه. سنظر في الجمع مذكر السالم زائري، الجمع مذكر السالم المضاف اله الضمير المتصل. اذا احنا عندنا زائريه هكذا ام لا؟ نعم زائريه. الجمع المذكر السالم هو زائريه. قليش المضاف الآن الاسم المضاف فقط المضاف. زائري. صحيح زائري. شفت مش كيما الجدول الأولاني، مش كيف كيف. واضح؟ في الجدول الأول أعطانا المضاف ثم المضاف إليه، لكن هذه المرة إذا سنستخرج الجمع المذكر السالم كاملا ثم سنكتب الاسم المضاف. واضح؟ زائري. علامة إعراب زائري منصوب بياء المد. منصوب أيوة في محل نصب منصوب بياء المد. منصوب بياء المد لأنه في محل يشغل وظيفة مفعول به، والمفعول به يريد منصوبة. الجملة الثانية يا تسليمة. الجملة الثانية مدرب الفريق الشداء، جمع مذكر سالم مدرب الفريق المضاف مدرب، ورد مبتدا مرفوعا ب مرفوع ب الواو المد. واو المد، تقفش في الواو فقط، واو المد مفهومه. مفهوم. اذا مدرب، اذا هنا مرفوع بواو المد. واو المد. واو المد. الجملة الموالية. وفر منتج المنتوج. وفر منتوج الفلاحين. منتوج الفلاحين هو جمع مذكر سالم. الجمع المذكر السالم المضاف لا يوجد ورد الجمع مضاف إليه. إذن هنا هل هناك جمع مذكر سالم؟ لا. لا. إذن مضاف لا. ياسين، الجمع المذكر السالم هو الفلاحين. أما في الجدول قال لك المضاف، هنا ورد الفلاحين مضاف إليه. إذن الجمع المذكر. هنا. الجمع المذكر السالم هو الفلاحين فقط. عندي شيء مضاف إليه ومضاف. الفلاحين. لا انا ما نكتب شيء، يبقى فارغ.
مفهومة؟ لأنه هي كيعني به منتوجو، منتوجو شبين ما خديناهاش منتوجو، هاو في صيغة الجمع. اخترع ماهيش جمع مذكر سالم. أنا جمع شنو؟ مذكر سالم. شنو؟ شو اسمه الجمع؟ تكسير. جمع التكسير. جمع التكسير. خاطر جمع مذكر سالم هو اللي يوفى بواو نون أو ياء ونون. مفهومة؟ جمع التكسير هو الذي كسر القاعدة. من هنا عندنا الجمع المذكر السالم يتمثل في كلمة الفلاحين فقط، هذيك جمع مذكر سالم. لكن عندنا شيء مضاف، ليس لدينا مضاف هنا. الفلاحين عنصر واحد، إذن ليست هناك إجابة. به نواصلوا النشاط الموالي. نشاط رقم 5 مع بن غربال، وائل بن غربال، وائل، 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 وائل قال لي المصدح مغلق، نفتحوه، هاي وائل، أمسي، هاي وائل عسلامة، عازي أشرب الخطأ ثم أصلحه مع التعليل، عازفوا الموسيقى، اي مدام اي صحيح الالف الالف عزفوا الموسيقى يا وائل، نفترض الموسيقى عزفوا الموسيقى بهذه الطريقه، كتابه رسما مدام الالف الالف غلطه، معناتها الكتابه غلطه هكا ولا عاود شرح احنا كيفاش يلزمنا نصرف؟ عازفوا نحيو الالف، عازفوا الالف، عازفوا الموسيقى، هذا تو صلحنا، هذا شطبنا الخطا ثم صلحنا. الان شنو مازال؟ مازال تعليل هكا ولا؟ هاي هاي لان عازفوا ليست فعل، لان عازفوا واو الاسم، شفتوا واو الاسم، واو الاسم مش واو الفعل، واو الاسم المضاف، شفتوا كيفاش نجاوبوا كيفاش نعلو؟ واو الاسم المضاف في صيغه الجمع المذكر السالم، الجمع المذكر السالم لا تقترنوا بألف، نعم لا تلحقها ألف أو لا تقترنوا بألف، بألف أو لا تلحقها ألفا، مفهومة؟ جريت هنا واو، شفت جاوبت واو، شنو الاسم؟ أنو اسم؟ المضاف، أين؟ في صيغة الجمع المذكر السالم، ما بها؟ لا تقترن بألف أو لا تلحقها ألفا، شفتوا التعليلة؟ هات نواصلوا، كمل يا وائل ترى. بائعين السمك. غلط، ما نش تولي، بائعي السمك، بائعي السمك، السمك بائعوا البضاعة الفلاحة، لا باعوا ما يصح، شعلنا الضوء، كيفاش باش نعلو الآن؟ يا الاسم عندهم في صيغة الجمع ما نجيبش نقول لا تلحقها ألف هكا ولا، لأن الاسم المضاف في صيغة الجمع تحذف نون، تحذف نون نون الجمع، اسم المضاف المضاف في صيغة الجمع المذكر السالم، في صيغة الجمع المذكر السالم، خاطر احنا الياء هذه بطبيعتها ما عندهاش الف هكا ولا مش كيما الواو، واضح؟ اذا تحذف النون في الاسم المضاف في صيغه الجمع المذكر السالم، صحيت يا وائل؟ باين. نمشيو ليحيى، يحيى، يحيى، هيا يحيى، 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 هيا يحيى نقرأ، اي اي كمل انت تو، عنا بائعوا البضاعة، بيعوا البضاعة،
قولك في حولة غلطة. لا أنا استفادة لأن يحيى باعوا البضاعة في حولة غلطة. لا لا غلط اش تولي بائعوا. علاش بائعوا؟ لا تولي باعوا البضاعة الألف صحيح ضيفوا لها الألف. لماذا؟ لأنه فعل. لماذا؟ لأنه فعل. إذا شو نقولوا مانا؟ واو الجماعة في الفعل هكا ولا هي اسمها واو الجماعة ولا واو الجماعة في الفعل معها ألف ولا لا؟ معها ألف. إذا تلحقها ألفا أو تقترنوا بألف. شفتوا هنا واو الجماعة في الفعل بها تلحقها ألفا أو تقترن بألف يلزم معها ألف. أي كمل يا يحيى. منظفين الأحياء قال في حول غلطة. إذا غلطة منظفي علاش فوق هي منظفين غلط منظفي الأحياء. هاي التعليل التعليل تحذف النون صحيح اي تحذف النون اي بالضبط تحذف النون في الاسم المضاف في صيغه الجمع المذكر الساكن. لازمنا نعرف ان هو الاسم المضاف في صيغه الجمع المذكر السالم هاي. شكرا يا يحيى. نمر لياسين. ياسين حمزه اصفاقسي. ياسين افتح مسبحك انت يا ياسين. اي عسلامة ستي. عسلامة. اي ياسين حافظ القرآني صحيحة ولا غلطة؟ غلطة. عليه نعم يهدف نعم. النون اي لما مش هتبوع نزيدوها الالف هي حافظون نزيدوها الالف لا نحذف النون نحذف النون نحذف النون حافظوا القرآن هكا تولي هكا هي صحيحة هكا ولا هاي حمد ياسين إذا لأنها بالألف لأنها فعل الفعل هذيك يا ياسين حافظوا لأنها تقترن بالألف ولأنها فعل فعل حافظوا اللي هي حفظوا فما فرق بين حفظوا شفت هنا حفظوا اسم سديد ولي اسم شفت هنا حافظون حافظون هي اسم كما قالت نعم اي مريم هي اسم حافظوا القرآن إذا تحذف النون أي نسمع فيك نسمع اسم هي اسم نعم ليس فعل حافظوا القرآن لذلك حذفنا النون دون أن نضيف الألف دون أن نضيف الألف حذفنا النون فقط ريتو في الإصلاح حافظوا القرآن يا ياسين ريتا إذا حذفنا النون فقط إذا تحذف النون في الاسم المضاف صيغة الجمع المذكر السالم في صيغة الجمع لحظة في صيغة الجمع المذكر السالم وهل تلحق الواو بألف؟ لا لا ولا تلحق الواو بألف لأنه اسم لأنه اسم شفت هنا نحذف النون
لأنه اسم مضاف ثم لا تلحق الواو بأليف. أي تكمل لي ياسين. ياسين كمل. نعم. يساعدون ياسين، صحيحة ولا غلطة؟ ساعدوني. يساعدون كتبوا لكم. يبقى يساعدون. كتابة ولا غلطة؟ يساعدون. شنو هنا؟ نضع ألف في الفعل بعد إذا تعوض الألف. متى نضع ألف؟ متى نضع ألف؟ عندما يكون الفعل في المضارع المفروض أو المضارع المجزوم. يكون عندنا واو فقط في الفعل بتلحق بألف، مفهومة؟ إذا وقت اللي يكون عندنا واو فقط دون النون، وقت النون محذوفة فتلحق واو الجمع بألف في الفعل. إذا هنا يساعدون لا نضع ألفا في الفعل إلا بعد لا نضع ألفا في الفعل إلا بعد حذف النون. بعد حذف النون بالطبيعة أين في المضارع؟ المضارع المجزوم والمنصوب. المضارع بتبيع ذاك في الماضي متفاهمين. هنا عنا يساعدون عليك ما حكيتش على الماضي، مفهومة؟ على حرف ب. نمر بعد ياسين حمزة الصفاقسي عنا يوسف. يوسف بن حريث. نقرأ. يوسف شكرا. يوسف. نعم يوسف. يوسف عنا يوسف معاونو المحتاجين. ايش قولك في الرسم هذا؟ تلميذ يكتب لنا معاونو المحتاجين بهذه الطريقة، صحيحة ولا غلط؟ غلط. نحذف الألف. نحذف الألف. نحذف الألف. نحذف الألف. إذا ما نصرحوا لأن معاونو الجمع المذكر السالم لا تقترن بألف. بالضبط. إذا التعليل واو الاسم واو الاسم المضاف في صيغة الجمع المذكر السالم لا تقترن بألف. بألف. نعم. المضاف. إذا في صيغة الجمع المذكر السالم لا تلحقها ألفا. واضح؟ أي كم الممثلين الجهتي يا يوسف؟ ممثلي نحذف النون. ممثلي أنا كل تلميذ مش يكتب لي الكتابة ذي كان قولوا له راك غلط. إذن هنا ممثلي نحذف النون في الاسم المضاف في صيغة الجمع المذكر السالم. في صيغة الجمع المذكر السالم. السالم. به إذن تحذف النون. الاسم المضاف في صيغة الجمع المذكر السالم. الاسم المضاف في صيغة الجمع المذكر السالم. في صيغة الجمع المذكر السالم. هذا اللي هو راهو الدرس الأخير بالنسبة لكم في الرسم، وهو يزيد يطبق لنا علامات الإعراب. به نمروا بعد يوسف. يوسف عندنا يوسف آخر. أي يوسف هويمي. يوسف نعم. افتح المزدح. أي يوسف هويمي بيستي. النشاط الموالي يا يوسف. أي نشاط السادس راهو فيما بعد عندنا تقييم صغيرة. أيوس. أتمم بياء أو ألف. تأملت فلاحي ياء فقط. أي
وهم منشغلون واو فقط. ايه بالعمل لا يفنيهم الحر فقطين واو الف. عازمي ياي ولا ياء فقط. العقد على إخلاصي والتفاني. إيه؟ إنهم حاملوا وفقط. الأمانة وما تجرؤوا واو ألف. يوما إلا على الصدق تراهم دوما شديدي ياء فقط. حرص مسؤول الجهة وافقت على أداء الواجب بإخلاص فتلقوا من متساكني ياء فقط المنطقة التشجيع والامتنان. أدخل المهرجون وافقت الفرحة على مشاهديهم ياء فقط. زينب اعد كتابة العبارة. أي زينب. زينب. نعم. أي زينب. سبعة. سبعة. أعد كتابة العبارة بعد أن تضيف لها ضميرا متصلا. أي شو نقول ترى؟ ضمير متصل. فاقدو. وين الضمير؟ فاقدوه. فاقدوها. نضيف شيء انا الالف. لا 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 خاطر الالف. زيد اي ضميره. فاقدوها فاقدوني فاقدونا يعني نحن. فاقدوهما فاقدوهم فاقدوهن. إذن زيد أي ضمير لا نضيف الألف. واضح؟ به مشجعين أو مشجعين. مشجعيكم. زيد أي ضمير. المهم النون تحذف. رأيتم النون حذفت. ردونا. ردوها أو ردوه ما هم ردوهم. ردونا ردوهما. خذيناهم خذينا له. كل مرة نأخذ ضمير آخر رغم أنتم تجمعوا توضعوا أي ضمير. مفهومة؟ به؟ مفهوم. أي زين. جميعون. جميعون. جميعوه. جميعوها. جميعوكم. جميعوها. منتقدون. منتقدوهم. منتقدوهم. يفقدون. كتبيه ولا كتبيه. كتبيه.
يفقد يفقدون زما ليفقدوك ليه؟ هذا فعل ولا اسم؟ فعل تحذف يزيد ضميرا لا لا لا, لا. يفقدوننا مثلا لا يحذف الضمير شفتوا هنا ريتوا المجموعة هذه اسم 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 واو الجمع المذكر السالم لا تلحق وألفا إذا لا تلحق واو الاسم المضاف ألفا بطبيعة في صيغة الجمع المذكر السالم بينما هنا الضمير سنضيفه للفعل فلا تحذف نون الفعل فنقول يفقدوننا يفقدونني يفقدونه يفقدونها إلى آخره من الضمير هنا مجموعة هذه بكل أفعال نعم نعم أسمع يشجعونهم يشجعوني أنا بديت بالأخضر ممكن بدل الضمير أي بالطبيعة يشجع أوني النا موجودة هكا ولا إذا بإمكاني لك شفتوا الضمير أنا هاني هكا ولا هاي يردونك يردونك ك باه نمشيو لزينب ثم زينب أخرى زينب الحريقة زينب حريقة حسن مدام السلام هاي زينب جمعوا جمعونا جمعوكم مثلا انتقدوا رغم اللي عندنا فعل لأنه بعد الفعل عندنا ضمير إذا لا تحذف الألف هذيك شفتوها الألف هذه تحذف كتبوهما لا كتبوها ها اذا كان في صيغه جمعهم لان الكتابه هنا مش نقصدوا نص قصه اذا تصبح جمعه لغير العاقل مفهومه اذا هنا الالف لن نضيف الف رغم اللي عندنا الواو ريتو هنا عندنا الواو نضيفوش الالف لانه عندنا فيما بعد الضمير مفهومه عنا الضمير المتصل حتى مع الفعل لا نضيف ال لازم الالف تكون هي الاخرى بعد حد شيء بالضبط تحذف الالف اذا اضيف للفعل ضميرا متصلا هو يتسمى ضمير نصب هكا ولا مفهومة يسمى ضمير نصب نا شنو وظيفة النا في يفقدون نا ضمير نصب شنو وظيفتك اي هو ضمير نصب شنو وظيفته
فعل هو الناء هذه فعل 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 مفعول به وليست فعل ضمير نصب الفعل منصوب مفعول به يشجعونني اكلي بالازرق هذوك اللي انا اضفتهم بالازرق ريتو في الفعل في الفعل اذا هذوك كل ضمير نصب وظيفتهم مفعول به راه نرجعوا للاولانيين ينتقدوه جامعوها مشجعيهم منتقدوهن رادوه ما به الها هذه مفعول به اذا هو يا مضاف اليه مضاف اليه خاطر اسم واش اذا هو ضمير نصب او جر ضمير جر جر بما ان مضاف اليه علامة اعراب المضاف اليه هي الكسره اذا فنقول ضمير جر شفت هنا الضمائر التي تتصل بالاسم هي ضمير جر والضمائر التي تتصل بالفعل هي ضمير نصب وصلنا للاملاء مش نمل عليكم انا على الاقل تكملوا لي بالكلمات لا مش كملوا مش نمل عليكم الساعه تكتب في عقلك الكلمه مفهومه فيما بعد سنصلح كان الوالد اي تكتب يعني اذا كان استخرجت انت اذا كان انت استخرجت الاوراق نتاعك التمارين تكتب على الاوراق نتاعك اذا ما استخرجتش على الاقل اكتب لي الكلمات فيما بعد يتم الاصلاح مفهومه به كان الوالد يدعو اولاده كل ليله قبل النوم ويقول انتم صانعو الغد انتم كملت صانعو الغد وحافظوا الاوطان انتم صانعو الغد وحافظوا الاوطان انتم بانوا الامجاد والبطولات انتم انتم بانوا الامجاد والبطولات انتم بانوا الامجاد والبطولات على مدى ان فانتبهوا يا أولادي فانتبهوا يا أولادي ملك معتوق ماذا بي تغلقك النافذة هي وريحاب وزينب حريقة وياسمين زيتاري أغلقك النوافذ وانتبهوا إذا أنتم صانعوا الغدي وحافظوا الأوطان أنتم بين الأمجاد والبطولات على مدى بعيد فانتبهوا يا أولادي حافظوا على سلامة أخلاقكم حافظوا على أخلاقكم مش بك يا مريم؟ مريم؟ ما بكي؟ نفسك كيف ليش يا ذاك؟ انزل عليه وهبط نافذة إذا أنتم صانعوا الغد وحافظوا الأوطان أنتم بانوا الأمجاد والبطولات على مدى بعيد فانتبهوا يا أولادي حافظوا على سلامة أخلاقكم أحبوا بعضكم بعضا أحبوا بعضكم بعضا لا تدعوا البغض يسيطر عليكم أحبوا بعضكم بعضا لا تدعوا البغض يسيطر عليكم سامحوا الذين سببوا الأذية لكم سامحوا الذين سببوا الأذية لكم سامحوا الذين سببوا الأذية لكم
سامحوا الذين سببوا الإذية لكم. علموا الجاهل، علموا الجاهل. أبعدوا السارق عن السرقة والكاذب عن الكذب. أبعدوا السارق عن السرقة والكاذب عن الكذب. كونوا صدى لكل الخيرات، كونوا صدى لكل الخيرات. كونوا صدى لكل الخيرات. فإن مصلحي المجتمعات يكونون سليمي السرائر. فإن مصلحي المجتمعات يكونون سليمي السرائر. فإن مصلحي المجتمعات يكونون سليمي السرائر مستقيمي السلوكات، مستقيمي السلوكات مخلصي النوايا، مستقيمي السلوكات مخلصي النوايا. إذن نقول محمد الحمزاوي، أعد قراءة محمد، محمد الحمزاوي. نعم سيدي. أعد قراءة كامل النص. كان الوالد يدعو أولاده كل ليلة قبل النوم ويقول: أنتم صانعوا الغد وحافظوا الأوطان، أنتم بانوا الأمجاد والبطولات على مدى بعيد، فانتبهوا يا أولادي، حافظوا على سلامة أخلاقكم، أحبوا بعضكم بعضا، لا تدعوا البغض يسيطر عليكم، سامحوا الذين سببوا الأذية لكم، علموا الجاهل، أبعدوا السارق عن السرقة والكاذب عن الكذب، كونوا صدى لكل الخيرات، فإن مصلحي المجتمعات يكونون سليمي السرائر مستقيمي السلوكات مخلصي النوايا. أتممتم جميعا، الآن سيتم الإصلاح. مدام نقرأ مش نصلحه. نقرأ اتصلحوا. نطلب من ياسمين الزيتاري انها تقرا. هيفتحي المزدحي ياسمين. كيفاش قلت حاجه؟ في الورقه نتاعنا في الورقه نتاعنا ما عندناش مخلصين نوايا، زيدوها. مش كمل، انا مليت عليك، معناتها باش تكتبها انت كامل مخلصي النوايا، مليت عليك انت تكملها. ياسمين الزيتاري، ياسمين افتحي المزرعه. ياسمين يقرا للنص. كان الوالد يدعو اولاده كل ليله قبل النوم ويقول: انتم صانعوا الغد وحافظوا الاوطان، انتم بانوا الامجاد والبطولات على مدى بعيد، فانتبهوا يا أولادي، حافظوا على سلامة أخلاقكم، أحبوا بعضكم بعضا، لا تدعوا البغض يسيطر عليكم، سامحوا الذين سببوا الأذية لكم، علموا الجاهل، أبعدوا السارق عن السرقة والكاذب عن الكذب، كونوا صدى لكل الخيرات، إن مصلحي المجتمعات يكونون سليمي السرائر مستقيمي السلوكات مخلصي النوايا.
المفروض الكل كملتوا الإصلاح، مش نمروا الآن للتقييم. إذا هنا مش نصلح بالنشاط بالنشاط في التقييم، مفهومة؟ المفروض الكل كملنا الإصلاح. نمر أي نمر أي نمر للتقييم الآن. التعليمة الأولى عندكم للإجابة عن أ وب وجيم، شفتوها التعليمة؟ للإجابة عن أ وب وجيم 10 دقائق، مش نترك لكم 10 دقائق وانتم تنجزوا النشاط، مفهومة؟ أ وب وجيم. ماذا بيا تقوم به بمفردك دون أي كلمة، بمفردك مش تقيم نفسك، تقييم ذاتي حول التعلمات اللي أنت تلقيتهم. إحنا سألك سؤال تو، هذه عنا منه ولا أنت كهو عندك منه؟ أنا كهو عندي منه. ده أنت مش تقوم بها على كراستك. ماذا؟ واضح عن شي حاجة مش واضحة. سي مطلق يا سي. نعم سي، أنا المفعول المطلق ما قريتوش في القسم. لا ما قريتش المفعول المطلق في القسم. أي ما قريتوش. كيفاش ما قريتوش في القسم؟ ما نعرف، ما قريناش احنا. المفروض هذا الثلاثي الثاني تقرأ. المفروض تقرأ. قريتوا المصدر ولا ما قريتوهش؟ أي 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 مع المصدر تقرأ المفعول المطلق. مرتضى مرتضى. نعم ستي. قريناه المفعول المطلق ولا ما تقرأش؟ قريناه ستي. المفروض المفروض تقرأ المفعول المطلق راهو. حتى أنا قريته ستي. أنا إحنا قرينا. المفروض 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 ما نضيعوش الوقت. 10 دقائق. ستي إفادة المفعول المطلق ستي بيننا وبين العدد أنا تكلم. لا 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 يوسف يوسف يوسف، أنت الآن بصدد إنجاز التقييم، لا أعلم، عند الإصلاح أجيبك.
إذا كان التقييم مش واضح نقول لكم، أما الإجابة فيما بعد. أنت الآن تحاول بمفردك تتذكر المعلومات التي أخذتها واكتسبتها حتى نستطيع معالجتها. أنا واضح نختبر. يلا. إذن يا فرح الإجابة تكون على كراستك على ورقتك. أنا أختمت على الكراس كملت. أي على كراستك من غير ما أنا فرح المزدح مفتوح يا فرح، بالنسبة ليك افتح أنت المزدح. باهي كمل. نمروا للنشاط الموالي أو نصلح وتشوف روحك العديد اللي عندك. نصلح 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 نصلح. فرح فتحت لك المزدح، راني فتحت لك المزدح يا فرح. صلح ستين. فرح 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 العربي فتحت لك المزدح راني يا فرح. افتح المزدح لحظة. صلح فرح فرح به نمشي وال اللي أمين أمين حشيش أمين أمين مدام. هاي أمين اقرأ التعليمة. أضع سطرا تحت كل مفعول مطلق. هاي نبدأ بالإجابة عن أ.
اسمعوني، كل ما توجد عندك إجابة صحيحة للمفعول المطلق تضع له نصف، نصف نقطة، مفهومة؟ هاي هاي. لقد تأذت، لقد تأذت تأذيا، 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 به تأذيا. فكان من الصابرين صبرا جميلا، صبرا جميلا. ما ومن المتحملين تحملا، تحملا. ما ومن الحامدين حمدا كثيرا، حمدا كثيرا، حمدا كثيرا، حمدا كثيرا. اوكي مش نسطرها معها. فقد كان تكبرا تكبيرا، يكبر يكبر تكبيرات، 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 تكبيرات. ويسبح تسبيحا، تسبيحا، تسبيحا. إنه توجه إلى خالقه توجها كاملا، توجها كاملا. وتوكل على برائه توكلا، برائه توكلا، توكلا. إنه يدرك إدراكا تاما، إدراكا تاما، إدراكا تاما. إن الله يتولى عباده توليا كاملا، توليا كاملا. ويعين من طلب الإعانة، ويغيث من استغاثه، استغاثه، استغاثة. لا، ويغيث من استغاثه هو ذيك، ويغيث من استغاثه. هذاش عندنا من مفعول مطلق؟ تأذيا، صبرا جميلا، تحملا، حمدا كثيرا، تكبيرات، تسبيحا، توجها كاملا، توكلا، إدراكا تاما، تولي كاملا. عشرة. كل كلمة، كل ما سطرت واحد من هذوك تاخذ نصف، نصف نقطة على كل إجابة صحيحة، نصف نقطة لكل إجابة صحيحة. كل خمس نقاط انت جبت خمسة. 11 ربي 10 المصدر، المفعول المطلق دي 11 كل صحاح 11 حتان 10 5 كل صحاح. أنا قدامك عشرة، أنا مسطري. دي تفضلي. عشرة، عشرة. حمدا كثيرا تابع بعض، تابع مع بعض هذيك، هذيك مع بعض. عاودي حمدا كثيرا. مش قريتها هنا حمدا كثيرا مع بعضها، المفروض تسطر مع بعضها. واضح ولا؟ واضح. انت سطرت صبرا، انت سطرت صبرا جميلة، أنا سطرت صبرا واحدة، تستمع غلطة. لا تجب صحيحة، صحيحة. أما بعد المفعول المطلق في الإفادة تولي مشكلتك. باهي نمروا الآن إفادة كل مفعول مطلق. نمشيو للذياء. ذياء، ذياء افتح مسبحك يا ذياء. ذياء، باهي فرح العربي. فرح العربي. يا فرح قاعده نحاول اللي ما جاوبوش يجاوبوني. فرح، يا فرح افتحي المسدح. فرح، فرح جاوبه. ايه نمشوا الميار. ايا ميار، 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 بدا. ايا ميار، اي ميار، اي تعليمات يا ميار. حدد إفادة كل مفعول مطلق. أنا في لقد تأذي، بتبع لي سطرناهم. تأذيا، تأذيا يفيد التأكيد، يفيد التأكيد، التأكيد. ماذا؟ أنا مش نكتب من الأسفل. بالأحمر. صبرا جميلا. بين النوع، بين النوع، بين النوع. تحملا، تحملا، التأكيد، حمدا كثيرا، بين النوع، بين عدد، بين النوع، تكبيرات، بين عدد، بين عدد، بين عدد.
يسبحوا تسبيحا تسبيحا التأكيد التأكيد أي توجها كاملا توجها كاملا بين النوع بين النوع توكلا بين توكلا التأكيد تأكيد الفاء إدراك الثامن بين النوع بين النوع توليا كاملا بين النوع بين النوع إذا نفس الشيء نصف إجابة لكل إجابة صحيحة مدام نصف نقطة ولا شنو نصف نقطة لكل إجابة صحيحة وقت اللي تلقى كلهم صحاح نصف في عشرة تلقى خمسة إذا للسؤال خمسة للسؤال خمسة نمر حدد الصيغة الصرفية لكل مفعول مطلق الصيغة الصرفية بنمشي المرتضى عرفتي اسمعوني أنا سطرت بالأزرق والإجابة على الإفادة بالأحمر والآن الصيغة الصرفية بالأخضر الصيغة الصرفية أي تأذيا ما صيغتها الصرفية مصدر أو نجاوب من فوق مصدر صبرا جميلا مصدر تحملا مصدر حمدا مصدر تكبيرات مصدر تسبيحا مصدر أيضا توجها مصدر إذن المفعول المطلق يريد عن طريق ماذا؟ المصدر توكلا مصدر إدراكا مصدر توليا مصدر نعم شكرا لي مريم مريم نعم مريم ولا زينب التونسي شنو الصيغة الصرفية الصيغة الصرفية لما نقول الصيغة الصرفية إذا عندك ثلاثة إجابات عندما نقول الصيغة الصرفية اسم فعل اسم مفعول إلى مصدر بالضبط إذا اشتقاق الاسم مش نسميك الاسم المشتق هذاك اما نسميه اسم الفاعل او كان اسم فاعل او نسميه اسم المفعول اذا كان اسم مفعول او نسميه مصدر كما تو سمينا المصدر وقت يكون صيغه صرفيه للاسم يعني شنو الاشتقاق هذاك عندنا ثلاث انواع في الاشتقاق سنه الفرد قريته اسم الفاعل واسم المفعول صحيح ام لا المصدر السنه هذه قريتوا المصدر والسنه هذه قريتوا المصدر نقولوا صيغه صرفيه نقولوا اسم الفاعل او اسم المفعول او مصدر واضح اذا نفس الشيء اذا كان اجابتك صحيحه نصف نقطه اذا باش تعرفوا رواحكم النشاط هذا على 15 نمروا للنشاط الثاني كملتوا صلحتوا ولا نمر النشاط الثاني النشاط الثاني هذا كل واحد يقرأ تعليمته كما يلزم إذا عندنا الفعل وعندنا المصدر يكون منصوب المصدر يكون منصوب اشتقاق المصدر من كل فعل تفضل مريم نعم نقرأ لا 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 تقوم به عمل فردي تنجزين العمل خمس دقائق
هذا ايش معناه خطأ؟ رمى بالأخطاء أو خطأ الآخر. ما انهينا؟ لحظة أي يعني نعم دي نجم جاوبانا؟ أي مرت معاذ أي معاذ أي نسكل توضع الأقلام نستمع إلى معاذ هنا مش نتموا بالمصدر مش نتذكروا المصدر وفي نفس الوقت رسم الهمزة أي معاذ ارتقى ارتقى ارتقاء ارتقاء انتبتوا هنا من الهمزة الوصلية شوف إذا شفتوا هنا ارتقاء اسمعوني مليح إذا كان الهمزة الوصلية هذه كتبتها همزة قطعية راهي تولي كلمة كاملة غالطة إذا كان زدتني ألف بعد الهمزة القطعية بعد الهمزة الأخرانية ذي يولي الرسم بكله غلط مفهومة باش تعرفوا كيفاش تصلحوا لأنفسكم كل إجابة صحيحة 0.25 هذه عليها 0.25 واضح؟ خطأ خطأ بمعنى عاب على الغير وذم هو إلي أي معاذ خطأ تخطيئا لا لا مرتضى تخطئة فعلة اسمعوني مليح كل ما يكون الفعل على وزن فعلة ويكون ناقص أو مهموز اللام لابد أنه يكون على وزن تفعيلة تخطئة الهمزة ترسم على النبرة لأنها سبقت بكسرة هي مفتوحة وسبقت بكسرة وهنا ارتقاء الهمزة على السطر يعني سبقت بالحرف واصلة ارضاء 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 هذه همزه قطعيه يلزمها تكون قطعيه اذا ارضاء همزه على السطر غير مرفقه بالف بعدها وهذه همزه قطعيه يقوم بها وصليه تولي الكلمه كامله غلطه ما تحسبهاش اضاء اضاءة اضاءة
إضاءةً الهمزة ترسم على السطر والهمزة هذه قطعية أي أولى 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 لا أن إذا همزة قطعية ولابد من الشكل التام والهمزة الأولانية همزة قطعية تحت الألف إلى أن ديما أكل واو هذية الواو هذية ريتوهاش تولي الواو هذيك تصبح ياء شفتوها لاحظتوها إلى أن نمشي بعد معاذ نمشي نور الهدى نور الهدى تبرع نور الهدى مر العمر عمر 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 نعم تبرئا تبرأ تبرؤا تبرؤا كيف ترسم الهمزة على الواو نعم ترسم الهمزة على الواو لأنها سبقت بضمة به أي استهزاء 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 على السطر على السطر لأنها سبقت بألف أو بساكن أي توكأ توكؤا كيف ترسم الهمزة على الواو على الواو على الواو توكؤا أي سائلة مسائلة مسائلة إذا ترسم الهمزة على السطر لأنها سبقت بساكن أي عمر تواطأ تواطؤا تواطؤا ترسم الهمزة على الواو على الواو على الواو نعم مسائلة اسم فاعل لا ليست اسم فاعل مفاعلة مفاعلة وزن فاعل في المصدر مفاعلة اما فاعل وهم مش نقراو اسم الفاعل من المزيد وتنشوفوا مسائلة اندراء اسم فاعل ولا مصدر مفهومة القصة القادمة الحصة الجاية مش تكون اسم الفاعل واسم مفعول من المزيد خاطر الحصة اللي بعدها مش تاخذوا كما التجريبي متاع المناظرة مفهومة؟ إذا مازالت لنا حصة مش نعملوا فيها اسم الفاعل واسم مفعول قبل ما نبدأ ندرب شوية على نوعية المناظرة قراءة قواعد لغة وإنتاج كتابي به أنسة به هذايا عمر نمشي الريحة رحاب آنسة إناسا آنسة فاعلة إيش قلنا فاعلة مفاعلة أو فعالة أو فعالة إناسا لا إناسا أو مؤانسة 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 آنسة مؤانسة ابتئس ابتئاسا سبتم لي عندك همزه وصليه هنا ابتئاسا اذا الهمزه ترسم على النبره على النبره لانها مفتوحه سبقت ب التأدى ايضا اتئادا اتئادا على الياء الهمزه على الياء ولابد من الشكل التام عود نفسك او ماء اذا ثبت الهمزه الاولانيه اذا هي همزه قطعيه تحت الالف والهمزه الاخيره ومفتوحه وما بعدهاش الف اي تهدئة فعلة تهدئة تهدئة
على الياء لأنها سبقت بكسرة. أي بعد رحاب نمشي والتسنيم. تسنيم افتح المزدح تسنيم. أي تسنيم الفات مؤلفة. إذا ألف مؤلفة. مؤلفة. إذا ترسم الهمزة على الواو هي مفتوحة هذه الهمزة المتوسطة. أمن تأمينا. تأمينا فعل. لا مش هذيك لما يكون مهموز اللام هذا فعل تفعيلا. ترسم الهمزة على الألف. سيدتي ما معنى التأدى؟ التأدى يعني تؤدة ببطء. التأد يعني خذ الأمر شيئا فشيئا رويدا رويدا ببطء. أسس أسس تأسيسا تأسيسا إذا ترسم الهمزة على الألف تأسيسا. تأنى تأنيا تأنيا اشمئزازا اشمئزازا اشمئزازا. إذا هذايا مراجعة للمصدر وفي نفس الوقت للهمزة لأني منتظرة أنه يعطيكم مصدر أو اسم فاعل واسم مفعول وفيه همزة باش يراقبوا الهمزة ويراقبوا الصياغة في نفس الوقت. به اسم فاعل من اسم فاعل. لا اعطوني نجيو الاسم الفاعل. به هذوما كل كلمة إذا كل مصدر على 0.25 مفهومة 0.25 إذا كان قمت بهم إصحاح إذا تولي عندكم خمسة وبالتالي يولي 15 و25. إذا هذه تقييم صغير تقييم نقول أنا ديما نراجع لكم مكتسبات القديمة باش ما تنساوهاش كما المصدر يجينا في الثلاثي الثالث ويجينا في المناظرة رسم الهمزة عنا في الثلاثي الثالث وعنا في المناظرة. لحظة نكمل لكم ديما نراجعوا هذاك المفعول المطلق كوظيفة تجينا معناتها في الثلاثي الثالث وفي المناظرة. اللي الدروس اللي تبقت لنا حاليا في المنصة متاعنا اسم الفاعل واسم المفعول مازالنا اسم الموصول والتمييز. الحصة الجاية مش نعملوا اسم الفاعل واسم المفعول من المزيد خاطر من المجرد حذف من البرنامج وأنا في بعض الأحيان نقدم شوية لأنه يصلح لكم لكن من المزيد. علاش قدمت أنا اسم الفاعل والمفعول من المزيد قبل اسم الموصول والتمييز لأنه باش كي نعمل لكم المناظرات تتقيموا عليه. هذا واحد. اثنين يجينا برشا في المناظرة. اثنين فيه خلط بينه وبين المصدر كما مقبيل كان ذكرته قال لي مساءلة اسم فاعل إذا قلت له لا. إذا هنا باش ناخذ الوقت متاعنا بالكدا وإحنا في الأنشطة ونميزوا بين المصدر واسم الفاعل والمفعول من المزيد خاطر فيهم تشابه. نعم تفضل. نسألك سؤال. أي غدوة نرجو نقرأ من غدوة إن شاء الله. إن شاء الله غدوة كان عشنا 300 ترجعوا الناس الكل ناس الكل سادسة سادسة نحكي على السوادس ناس الكل. نعم السلام عليكم. أهلا مرحبا. وعليك السلام. يعطيك الصحة وربي يبارك لك إن شاء الله في ميزان حسناتك. عيش والله حصة هايلة بصراحة يعطيك الصحة والله. قاعدين يستوعبوا يراجعوا في مكتسباتهم إذا فما ما شاء الله تجمعوا معناتها تقولوا لي باش نحضر. راهو كما قلت لكم الحصة الجاية عن اسم الفاعل والمفعول باش اللي بعدها قد مش نعملوا رائز منا نتدربوا الاختبار ثلاثي ثالث خطيب جينا من الوزارة في شكل رائز وكي نقول رائز معناتها قراءة قواعد لغة
وانتاج كتابي، يعني مش ندربوا على ثلاثة هذو. انتاج انتاج حتى بالفلوس عملنا ميسان، احنا ما ناش نسألوا على الحصص المجانية، عملنا انتاج كتابي. لا عملت قبل هذايا، قبل هي قبل فكت بها انا، لكن انا قاعدة ماشية في الدروس بتاع قواعد اللغة باش بعد الحصة اللي كما قلت لكم يزمهم، خاطر البرنامج يزمو يلزم يمشيوا فيه شوط كبير باش نجم انا نعطيكم الرائز. الرائز فيه القراءة، الرائز فيه القراءة، في قواعد لغة، في انتاج كتابي، معناتها فيه الثلاثة باش تمارسهم الثلاثة، باش تلقى روحك في الثلاثة. احنا الحصص اللي قبل اللي مش في رمضان، الحصة اللي كانت في الافطار يظهر لي، عملنا الانتاج كتابي على الوصف وعلى الحوار، الوصف والحوار قمنا به. قلت لك يوسف ما حضرهاش الحصه هذه، قلت لك الغالب ما حضرهاش حصه الانتاج، ما حضرهاش، وكانت حصه معناتها فيها فايده كبيره. يعني من غير ما يقول لي حد نعرف معناتها، يعني وقاموا بعده منتوجات في الحصه قرابه ثلاثة سوايع. وعلى فكره راه مدام كريمه برشا حاجات وريتهم لهم انت، راه ما قراهمش ما في القسم، راه على خاطر في القسم يبداو يزربوا برشا. اي انا ما قراهمش شويه بشويه، فهمت؟ يستفيدوا معاك في الجزئيات. ايه المهم ما شاء الله يلزمنا نفهموهم، وهذوك يصلحونا، راهو مش حتى على المناظره فقط، راهم يصلحونا في الاعدادي، راهو فيما بعد، راهو التكوين من بعد. الحمد لله فهمتني. دونك انا ديما نرجع للحاجات هذوما باش يتمكن. المهم انا الحصه الجايه مش نعمل الاسم الفاعل واسم المفعول، مش يمارسوه التلامذه، وتتشوف كيفاش باش يحصلوا برشا ومهمش يميزوا بين المصدر بين اسم الفاعل والمفعول من المزيد. راه على ذاك ان شاء الله هبطنا وقتنا لسه باش ما نتغيبوش عليها بربي مدام كريمه. ان شاء الله انا والله ديما نهبط لكم ونعلمكم، معناتها ديما نقول لنا للصغار مفهومة. فما حاجة أخرى، فما حاجات أخرى إضافية في ماي كله في جوا حد للمناظرة، راهم مش يوصلوا التلامذة، مش يتدربوا على الروائز على المناظرات، مش نعملوا لهم تجريبي، مش نصلحوا لهم التجريبي، حتى بخلاف التجريبيات اللي احنا مش نقوموا بها، هذاك بينا بين التلميذ، عندنا تجريبي اخر مش نقوموا به في جوان، وبالاصلاح وبالمعدل للي يرغب انه ياخذ المعدل، خاطر ما نجموش نهبطوا المعدل. قدره ان شاء الله. يعني برمجه كامله مخدومه لتلاميذ السنه السادسه. معناتها إكيب كاملة بصراحة، معناتها ما عندي ما نقول. المهم معناتها التلميذ يستوعب، يعاود حتى ولو أخطأ ما يسالش، يعاود الأنشطة نتاعو، يعاود ينجزها باش يشوف روحه شنو هما الأخطاء اللي ارتكبهم، وتزيد المعلومة تتركز. نعرف اللي أنتم في الأقسام يزربوا شوية باش المعلومة تتركز، يعاودوا الأنشطة اللي خذاوها. بالله مدام كريمه باش نقول لك حاجه زاد، انا يوسف عنده مشكله ساعات ما يفهمش الاسئله نتاعك على اللي هو مش مستانس بها. اي فما حاجات يلزم كيما قبيله سالني كي قال لي ماما ما فهمتش شنو الافاده نتاع المفعول المطلق، خاطر هو ديما ماشي في باله ديما المعنى الذي افاده، كي يتبدل السؤال وانا ديما مستانسه بهم الاسئله نتاعك. التلميذ نتاع المناظرة إذا كان نقعدوا في نفس المعلومة نفس الطريقة نهار اللي يجي في المناظرة مش باش يلقى نفسه. نغيروا لهم ديما، يلزمنا نغيروا في طريقة طرح السؤال، نغيروا كل مرة شي ياخذ الأسئلة نتاعك بزي مستانسة بهم نعرفهم أنا. ربي يبارك. ويلزموا معناتها شنو هو نقولوا المعنى الذي أفاده المفعول المطلق. أي هي الإفادة كيف غير هو في زعما وحل. اي بالضبط نفس الشيء. دونك هذه حاجه نضافت له تزادت له، معناتها ما عادش يغلط فيها نورمالمون. ما ننكرش قاعدين تجي برشا اضافات، لا الحق الحمد لله ربي يبارك. ربي يستر ان شاء الله اللي فاتت تكون للناس الكل. اما كما قلت لكم غدوه كان عشنا الناس الكل تدخل، ماذا بينا الناس الكل بالكمامات نتاعهم بمواد التعقيد. مدام ولا كل واحد نعم ولا افواج بالأفواج كيما العادة، مش تقراو بالأفواج متاعكم.
نرجعوا بالقراوة نتاعكم. بالنسبة عندك الفوج الأول، كل واحد يرجع لمدرسته باش يعرفوا شنو هما الأفواج اللي اللي معناتها مش يدخلوا، يعني كل واحد لما نمشي المدرسة نتاعه. فما إعلامية، فما إعلامية مدام كريمة غدوة؟ فما نورمالمون موجود اي نورمالمون معناتها المهم الفوج الاول، الفوج الاول هو اللي يبدا الثمانية متاع الصباح بالنسبه للمدرسه مدرستنا. ربي يحفظكم ان شاء الله ويذكركم يا ربي اجمعين، يعطيكم الصحه ويعطيكم الصحه ان شاء الله تكونوا استفدتوا. ربي يخليك ربي يفرحك ان شاء الله. عايشك مدام. بالله عندي سؤال. عايشك مدام. يا اخي نحاول المواد الاجتماعيه. هيا نحاول مش تقراو في المواد الاساسيه. هي باش نعطيو عليهم ولا لا؟ اللي مش نعطيو عليهم بالطبيعه معناتها العربيه الفرنسيه الانجليزيه العلوم الرياضيات والاقامه هذوك اللي مش تقراو. مادام مش تعملوا لنا حصص على المركب التمهيدي والمركب الموصولي ان شاء الله. ان شاء الله نقدم اسم الفاعل والمفعول قبل ومن بعد باش نعطيكم الاخرين بالطبيعه نكمل كمان. نعم تفضل. ستي في المربي فما الباكي نتاع المناظر النموذجي باش تبدا من نهار سنين الجمعة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. نعم تفضل. شكرا لك جزيلا. شكرا يا نسي على الحصة وهي طيبة. عايش شكرا.